الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما المثال الثامن على بحوث عمليات برمجة خطية مشكلة المزارع. عنوان المسألة الآن: مشكلة المزارع باستخدام برنامج ديسموند. Operations Research LLP اللي هو Linear Programming. The farmers probably using Desmos. إذا إن شاء الله نستخدم برنامج Desmos على الشبكة العنكبوتية. المثال الآن: هناك مزارع يمتلك قطعة من الأرض مساحتها 1200 دونم. الدونم بلغة أهل بلاد الشام، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، يساوي 1000 متر مربع. هذا المزارع يزرع قطعة الأرض اللي هي 1200 دونم، والدونم يساوي 1000 متر مربع، يزرعها قمحا نرمز له بالرمز X وشعيرا بالرمز Y. يحتاج كل دونم من القمح إلى 4 كيلوغرامات من البذار، ويحتاج كل دونم من الشعير إلى 2.4 كيلوغرام من البذار. لاحظوا الآن المساحة والكمية التي يحتاجها كل دونم. يحتاج كل دونم من القمح إلى 5 ساعات عمل أسبوعية، ويحتاج كل دونم من الشعير إلى 5 ساعات عمل أسبوعيا حتى انتهاء موسم الحراثة والبذار والحصاد. ولا يملك المزارع إلا 1800 ساعة عمل طوال الموسم الزراعي، طبعا وقته ووقت العمال الذين يعملون معهم. يبيع المزارع وحدة القمح، كمية القمح ربما بالصاع، ربما بالكيس، ربما بالوحدات القياس بالبوشل، الله أعلم. كل وحدة قمح ينتجها يبيعها ب10 دنانير، ويبيع وحدة الشعير المنتجة ب8 دنانير. إذا يعني الآن كل كمية معينة من القمح يبيعها ب10 دنانير، وكمية محددة من الشعير يبيعها ب8 دنانير. فكم عليه أن ينتج من القمح والشعير كي يعظم مقدار المبيعات؟ الآن لدينا المساحة، الكمية من البذار، عدد الساعات المتاحة له، وسعر البيع. فإذا يمكن لنا صياغة هذه المسألة كما يلي. هنا هذا ما يسمى بالobjective function أو الدال للهدف. sale هو S كمية المبيعات، تساوي 10 في X اللي هي 10 مقدار بيع كل وحدة من القمح ب10، زائد 8 دنانير لكل وحدة من الشعير. إذا S تساوي 10 X زائد 8 Y اللي هو الدالة التي نريد أن نعظمها، خضوعا طبعا هاي الآن القيد الأول اللي هو 4 X كمية البذار التي يحتاجها كل دونم من القمح، طبعا 4 زائد كمية البذار من الشعير 2 في الشعير، يجب أن تساوي أقل أو تساوي 1200 دونم. وهنا القيد الثاني اللي هو 5 ساعات لما يحتاج القمح، 5 ساعات يحتاج الشعير، و1800 ساعة كل الساعات المتاحة لهذا المزارع خلال الموسم الزراعي. وطبعا هنا X و Y يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفر. هذه الآن نسميها إحنا الدال للهدف، S تساوي 10 X زائد 8 Y، وهذا القيد الأول اللي هو قيد المساحة، 4 X زائد 2.4 Y أقل من أو تساوي 1200. وعندي هنا الآن قيد الزمن اللي هو 5 ساعات لكل وحدة من القمح ودونم طبعا، وخمس ساعات لكل دونم من الشعير، وعدد الساعات الإجمالي المتاح بالموسم زي 1800، ويجب أن تكون الآن X و Y أكبر من أو تساوي صفر. هاي نسميها إحنا قيود غير سالبة. الآن هذه المسألة وضعناها هنا، سأتوقف وأذهب إلى برنامج الديسموز حيث وضعت المعادلات هناك. الآن هنا Stop and Show، وأذهب إلى هنا هذا الآن الديسموز. أخبرتكم في عدة مقاطع سابقة كيف الآن نستخدم هذا البرنامج. هنا الآن الدال للهدف، S تساوي 10 X زائد 8 Y، وهنا الآن القيود غير السالبة، X أكبر من أو تساوي صفرا، و Y أكبر من أو تساوي صفرا، وهنا القيد الأول اللي هو 4 X زائد 2.4 Y أقل من أو تساوي 1200، وكذلك الأمر هنا القيود غير السالبة، X أكبر من أو تساوي صفرا، Y أكبر من أو تساوي صفر. لاحظوا لي هنا هذه الأقواس المعوجة بسميها الكورلي براكت هنا. فعندي القيد الثاني 5 X زائد 5 Y أقل من أو تساوي 1800. وضعت المعادلات الآن، كيف يكون الشكل البياني للقيد الأول؟ هذا إذا ضغطنا هنا، طبعا أخفيته
حتى يعني نكون خطوة خطوة. عندما أضغط على هذه الدائرة الآن بطلع عندي القيد الأول، هذا القيد الأول لاحظوا لي 00 300 0 0 500. هنا لاحظوا لي إذا الآن اعتبرنا بأن X تساوي صفرا 1200 على 2.4 بالعشرة تساوي 500، وإذا اعتبرنا Y تساوي صفرا 1200 مقسم على 4 تساوي 300. إذا هذا القيد الأول. أما القيد الثاني طبعا لأنه لاحظوا لي أتى في الربع الأول من مستوى ديكارت، هذا الربع الأول الثاني الثالث الرابع أتى في الربع الأول، وبالتالي كل القيم موجبة هنا لأنه اخترنا X أكبر من أو تساوي صفرا وY أكبر من أو تساوي صفرا، وبالتالي القيد كله أخذ هذا الشكل. أما القيد الثاني الآن فإذا ظللناه يعني ضغطنا على الدائرة هاي بيطلع عندي مظلة، لاحظوا لي الآن نقطة التقاطع، طبعا هنا كل القيم هنا أكبر من أو تساوي صفرا، لكن هذا القيد هنا الآن 0 0، هنا 300 0، وهنا 400. هلأ ببين عنا يعني إن شاء الله. لاحظوا لي الآن هذا التضليل، إذن يعني ما يسمى بالفيزيبل ريجن أو المجموعة الممكنة تأتي في هذا القطاع 0 0 300 عند هذه النقطة، نقطة التقاطع هنا، هذه نقطة التقاطع وهنا النقطة العمودية. حتى أتيقن من هذه النقاط أذهب إلى القيود هذه وأجعلها تساوي، ليس أقل من أو تساوي، أجعلها تساوي، وبالتالي الآن حصلنا على هذه وهنا تساوي. لاحظوا لي هنا الآن هذه النقطة إذا بتلاحظوا لي أحبتي 300 0، هذه النقطة أضللها بالضغط لابد الثانيتين عليها هاي 210 و150، وهذه النقطة الآن 0 و360، ومعروف أنه هذه 0. الآن أذهب إلى القلم والورقة أسجل هذه النقاط 0 0 أول واحدة، بعدين هذه الآن 0 0، هاي 300 و0، بعدين نقطة التقاطع الآن 210 و150، 210 و150، وآخر واحدة لاحظوا 0 360، 0 و360. الآن البرنامج الديسموث من جماله أنه الآن يمكن لنا بواسطة إضافة بسيطة، هنا أذهب إلى إشارة هذه البوزيتيف أو إشارة الموجب زائد هذه، أضغط عليها وفي عندي خيارات متعددة، أذهب إلى التيبل هذه اللي هو الجدول، الجدول بضع الآن X1 عفوا عندي هنا X1 وX2 وقيمة الآن الobjective function اللي هو 10 X1 قديش قيمتها زائد 8 Y1. أوكي الآن بعوض اللي هي الvertices اللي هي هذه الإحداثيات، هذه الإحداثية الأولى، هذه الإحداثية الثانية، نقطة التقاطع الإحداثية الثالثة، وآخر شيء اللي هو البعد العمودي الإحداثية الرابعة. فإذا أول إحداثية اللي هي 0 مع 0 قيمة الobjective function أو دالة الهدف بتكون 0، وبالتالي هذا ليس حلا. أذهب على الإحداثية الثانية اللي هي 300 و0 اللي هي هذه، بتكون قيمة دالة الهدف 3000، لاحظوا 3000. ثم الآن أذهب إلى الإحداثية الرابعة اللي هي 210 و150، أوكي اللي هي هذه النقطة، طلعت عندي الآن يعني ما نتج عنه أنه قيمة الدالة الهدف اللي هي S هذه تساوي 3300، وآخر إحداثية اللي هي 0 و300 لاحظوا 2400. إذن عفوا 300، وإحنا قلنا 360، أنا أعتذر، هاي 360 2880 قيمة الobjective function. لاحظوا لي الآن يمكن لنا أن نوضح بالضبط، لاحظوا لي أقصى يعني أكبر قيمة لدال الهدف اللي هو 3300 عندما كانت قيمة X 210 وقيمة Y 150، بمعنى آخر أنه إذا أراد المزارع أن يعظم S اللي هو قيمة المبيعات من بيعه للقمح والشعير، يجب عليه أن ينتج 210 طن أو وحدة من القمح و150 وحدة من الشعير. حتى نتأكد الآن من ما يسمى بالمجموعة الممكنة أو الفيزيبل ريجن،
ندخل الأمر التالي polygon polygon وأضع x1 و x و y1. ها لاحظوا لي اغلق القوس. إذا ظللنا بالأخضر حتى نتأكد منه 100%. لاحظوا لي هنا هذا القيد الأولاني اللي هو هنا هذا القيد الأولاني وهذا القيد الثاني. الآن دعنا يعني هنا أغير لون القيد الأول أخليه مثلا أحمر هذا اللي هو أو يعني بني غامق. وعندي هذا اللون بجعله مثلا أزرق هذا الأزرق. وبالتالي هذا كذلك بقدر أغيره أخليه أخضر على سبيل المثال أوكي هنا وبجعله متقطع أو هنا متقطع هكذا. وبخفي الآن هذا وهذا لاحظوا لي أوكي هنا دن طبعا هذا دن فبخفي هذا وبخفي هذا يبقى عندي الآن هذه النقاط وهذا هو الفيزيبل ريجن. هنا يعني جميل جدا أنه الطالب يتعلم كيف يتعامل مع الدالة الهدف ثم القيود تكون أكبر من أو تساوي صفرا بالطريقة هذه ثم يضع البوليغون هذا اللي هي أوامر البوليغون حتى يبين ما يسمى بالفيزيبل ريجن. هذا الفيزيبل ريجن وبالتالي تكون الآن أكبر قيمة لأس عندما تأخذ يعني كمية القمح الآن هنا 210 وهي كمية الشعير 150. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة أحبتي الطلبة حيثما كنتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.